فليست الكثرة دلائل الهدى، فقد يكون للشخص أتباع كثر لكنه من أسوأ الناس طريقة ومنهجا. وكذلك لا يزهد في القلة، فقد يكون بعض الناس الأتباع له قلة لكن منهجيته وطريقته على هدى ونور. ولذا قال عز وجل كما أسلفنا، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل في الإعجاب بالكثرة حتى لو كان في أمور الخير، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي المقابل لا يزهد في القلة، قال عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فما دار الأمر على سلامة المعتقد والمنهج؟ وإذا ضاقت بك الأمور فلتتذكر حال هؤلاء الأنبياء.